وفرصه النهارده واحنا في برنامج الاشبال نطمن على مصطفى ابو الخير. طيب تحياتي ليك يا مصطفى وحمد لله على السلامه. مصطفى ابو الخير معانا؟ مصطفى؟ طيب نتصل تاني عشان في مشكله في الاتصال. قلت لحضراتكم واحد من اللعيبه المميزين في قطاع الناشئين بيلعب مركز ستة وحصلت اصابه قويه زي ما بيقولوا يعني اتحسد، لكن ان شاء الله يقدر يرجع بسرعه. حصل ارتجاج في المخ، النادي الاهلي نقله لاحد المستشفيات، وقف جنبه، كل الاجراءات اللازمه ليه اتعملت، طمنا عليه الحمد لله دلوقتي يعني بسلامه، وفرصه النهارده واحنا موجودين على الهواء مباشره ايضا نطمن عليه. طيب معانا مصطفى ابو الخير على الهواء، تحياتي ليك يا مصطفى وحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك يا كابتن اسامه. قول لي، خضيت الناس كلها عليك في مباراه الاهلي والاتحاد السكندري وكانت اصابه قويه. والله الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل. احب اطمن الناس، انا الحمد لله دلوقتي احسن، يعني احسن بكتير، يعني عدى اسبوع دلوقتي الحمد لله بخير، والدنيا دلوقتي في تحسن يعني الحمد لله. قول لي يا مصطفى، انت تشخيص الاصابه اللي انت اتنقلت المستشفى وقتها كانت ايه بالظبط؟ تشخيص الاصابه انا كنت فقدت الوعي طبعا في الملعب، ما كنتش واعي باي حاجه. اتنقلت على المستشفى على طول، كان تشخيصها ارتجاج في المخ وكان في كسور في مناخيري. الحمد لله يعني الطاقم الطبي بتاع الفريق اتعامل بشكل كويس مع الاصابه، والحمد لله يعني عرفت اتعامل مع الوضع كويس، والحمد لله يعني ما كانش فيه اي حاجه خطيره، يعني هو بس الارتجاج كان خاضت الدكتور شويه بس اطمن الحمد لله، ودلوقتي يعني الحال احسن بكتير، احسن من الاول بكتير يعني الحمد لله. طيب الحمد لله. لما وقعت كانت الخضه جامده جدا، واحنا كنا هنا في استاد الاشبال وبنذيع المباراه على الهواء مباشره، قول لي وقت ما وقعت حسيت بايه او كان شعورك ايه وقتها مصطفى؟ انا اول ما وقعت على الارض طبعا يعني انا كنت فاقد الوعي تماما، يعني واحده واحده بقيت اسمع الدكتور بيقول لي ما تخافش، يعني اللعيبه زمايلي كانوا جنبي يعني كلهم كانوا مطمنيني، بس يعني انا كنت قلقان من جوايا، اللي هو جسمي كله كان منمل، ما كنتش واعي باي حاجه. كنت قلقان طبعا لا يكون في مثلا حاجه جامده يعني، بس يعني الحمد لله ربنا سترها يعني. طب قول لي اصابه الكسر في الانف اتعمل لها عمليه ولا لسه العمليه مش دلوقتي؟ ولسه يعني هروح للدكتور تاني. لسه متابع مع الدكتور، بس يعني باذن الله ما تستاهلش العمليه يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي النادي الاهلي يا مصطفى وقف جنبك نقلك المستشفى، حد اثر معاك في النادي الاهلي؟ ولا اي حد اثر والله، من اول دقيقه كابتن اسامه يعني من اول دقيقه اتصبت فيها لحد دلوقتي بيطمنوا عليا وبيتصلوا عليا. كويس. بشكر طبعا كابتن خالد بيبو، اول ما نقلت للمستشفى طبعا بشكره، اطمن عليا كابتن محمد شوقي، كابتن وليد سليمان، وطبعا يعني الدكتور بتاع الفريق الدكتور علاء، كلهم ما سابونيش، حتى كابتن راشد الاداري بتاع الفريق كان معايا لحد اخر وقت في المستشفى. يعني انا بشكرهم طبعا يعني كلهم، يعني ما سابونيش لحد دلوقتي، لحد دلوقتي بيتصل عليا طبيب الفريق الاول كابتن جبال الدكتور جبال طبعا اتصل عليا كويس وبيطمن عليا برضه، يعني كلهم بلا استثناء كلهم بيطمنوا عليا الحمد لله يعني. طيب تمام، نزلت التدريبات ولا لسه دكتور محدد فتره راحه معينه وبعدها تنزل تشارك في التدريبات يا مصطفى؟ لسه ما شاركتش في التدريبات، بس يعني هم حطوا البرنامج التاهيلي وباذن الله هبدا بكره. كويس. يعني واحده واحده باذن الله، يعني ممكن في خلال اسبوع بالكثير قوي ابدا اشارك مع الفريق في التدريبات الجماعيه يعني. ان شاء الله بالسلام. قول لي بقى شعورك واحنا هنا اتكلمنا عليك كتير وكنا بنراهن على مصطفى ابو الخير، ما شاء الله تأيدت في القائمة الأفريقية، مستر كولر يعني نلت إعجابه، بدأت تدخل في الماتشات شباب بولزداد مدياما وبدأت تحط أولى خطواتك ناحية الدرجة الأولى. طبعا الحمد لله فضل من ربنا كبير، وطبعا أنا بشكر حضرتك على الكلام الجميل ده كله والله، يعني
يعني كل ده بفضل حضرتك، يعني بتتكلم عنا كتير وفي ظهرنا وفي ظهر الناشئين كتير، بتسم يعني بتسمعنا، بتخلي شكلنا حلو قدام الجمهور الاهلي كمان. يعني طبعا بشكر حضرتك وبشكر كابتن احمد ثابت برضو بيتكلم عننا، دكتور احمد ثابت وكابتن محمد حشيش، يعني محمد دايما حشيش طبعا بشكرهم يعني دايما في ظهرنا بامانه وبالكلام الحلو كمان. انا بشكرهم بامانه وباذن الله تكون خطوه كويسه والواحد يقدم حاجه كويسه في الفريق الاول ويعجب الجمهور باذن الله ان شاء الله. قول لي بقى يعني المواقف اللي حصلت لمصطفى ابو الخير في رحله شباب بوليسداد ومديامة، ودي يعتبر اول سفريات ليك مع الدرجه الاولى كمباريات رسميه، شعورك وانت موجود جوه القائمه مصطفى؟ طبعا انا يعني مبسوط قوي، وشعور جميل يعني لا يوصف بامانه ان انا موجود في القائمه الافريقيه بتاعت النادي الاهلي، يعني اكبر فريق في الشرق الاوسط وفي افريقيا، بالنسبه لي انا احسن فريق في العالم طبعا. طبعا اللعيبه، عايز بس اشكر اللعيبه بتاعت الفريق الاول كلها، اللعيبه كلها اطمنت عليا وكلموني بشكل شخص يعني طمنوا عليا كلهم، بشكرهم طبعا. ما سابونيش بامانه، كله كان بيتصل عليا ويطمن عليا. شعوري وانا معاهم في الجزائر وفي ديامة شعور جميل طبعا يعني. تمام. المباريات الوديه اللي لعبتها، لعبت مباريات في الامارات، كنت موجود في الماتشين لما اتعملت مباراه وديه في مصر شاركت فيها، ابرز الكلام او ابرز التعليمات اللي دايما مستر كولر بيقولها لك سواء قبل المباريات او بعد المباريات يا درش؟ كان بيتكلم معايا اللي هو العب لعبي، العب السهل. كان واثق فيا طبعا، ودي يعني حاجه كبيره يعني. والحمد لله حتى في مباراه حتى اللي هي في الامارات اديت بشكل كويس، لعبت 90 دقيقه كلها الحمد لله واديت بشكل كويس. اتكلم معايا بعد الماتش وقال لي اديت بشكل كبير على المجهود، ويعني شكرني يعني الحمد لله. تمام. كابتن سامي قمصان برضو اتكلم معايا بعد الماتش، كان اتكلم معايا قبل الماتش، كان دايما داعم ليا يعني. كويس. دايما مصطفى ابو الخير حريص من نفسه، لو في اي مباراه بتستبعد من الدرجه الاولى حريص انك تنزل فريق الشباب وتشارك وتلعب مع فريقك ودايما تكون جاهز. زي ما انت عارف احنا يعني مثلا المباراه بتاعت الجزائر ما شاركتش فيها، والمباراه بتاعت ميدياما ما شاركتش فيها. فانا كان يعني كنت عايز ابقى رجلي في الملعب، بحيث لو الدرجه الاولى مثلا في اي وقت شاركت ابقى رجلي في الملعب وابقى ادي بشكل كويس. ما كنتش عايز ابعد عن الملاعب بشكل يعني ابقى تمرينات بس، لا ببقى عايز اشارك مع الفريق عشان يبقى رجلي في الملعب يعني. كويس. شايف مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه ازاي يا مصطفى؟ يعني باذن الله الاهلي يكسب. هي مباراة تبقى صعبة طبعا. تمام. فريق الزمالك فريق كبير. بس بيبان معادن الاهلي بقى في الوقت اللي زي ده، لعيبة الاهلي لعيبة كبار. هيعرفوا يتعاملوا مع الماتش بشكل كويس يعني، مش أول مرة يتحطوا في مواجهة صعبة يعني. فبإذن الله يعني نقدر نكسب في الماتش ده بإذن الله. إن شاء الله. أخيرا ما شاء الله متصدرين في بطولة الشباب. فريق الاهلي 2003 ما شاء الله متصدرين بطوله الشباب بفارق 4 نقاط عن انبي الوصيف، وان شاء الله تكملوا لاخر الدوري يا درش. ان شاء الله يا كابتن اسامه. وفي يعني المباراه القادمه هتبقى مباراه الزمالك برضو، مباراه تبقى قويه. كويس. تلحقها ان شاء الله تكون موجود فيها؟ ان شاء الله باذن الله هلحق الماتش باذن الله. ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا مصطفى، وبنتمنى لك الشفاء ان شاء الله وترجع مره تانية تصول وتجول في الملاعب اخرى. مصطفى ابو الخير لاعب فريق النادي الاهلي.